الله الرحمن الرحيم. اليوم بنعرض لكم شقق للتأجير الشهري، طبعا غرفتين وصالة في العمارة هذه. احنا الآن قريبين من حي الجامعة، حي كالكمة. طبعا هي 5 أدوار، شقق غرفتين وصالة، مساحتها 100 متر مربع، مؤثثة بالكامل، وأيضا فيها التكييف. راح نصورها لكم الآن من الداخل للتأجير الشهري أو السنوي. السلام عليكم ورحمة الله. احنا الآن في الدور الرابع، طبعا فيها تمديد الغاز الطبيعي، تدفئة فيها عن طريق الغاز الطبيعي. أول ما ندخل هذا الشقة من الداخل، غرفتين وصالة. احنا الآن في الدور الرابع، على يسارنا عندنا دورة مياه. طبعا الشقة مؤثثة من إلى، عندنا هنا دولاب المدخل، وهنا على يميننا الصالة. جلسة جميلة مرتبة، فيها مكيف أيضا، لها بلكونة. هذه البلكونة لها إطلالة على على البحر أيضا. فيها الإنترنت، الأثاث كامل، غرفتين وصالة. هنا عندنا المطبخ أيضا مجهزة بكل الأجهزة. عندنا هنا الثلاجة، فرن، ولها مخرج للبلكونة. هنا عندنا البانيو الرئيسي، هذا الحمام الرئيسي أكرمكم الله. فيها المروش، أيضا في الغسالة، استشوار، وهنا الغرفة الأولى. طبعا فيها سريرين، دولاب أيضا مجهزة بالتكييف، لها بلكونة. غرفتين وصالة للتأجير الشهري. هذه غرفة النوم الرئيسية، أيضا فيها مكيف. فيها السرير، هذا الدولاب. قريبة من الجامعة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد.